تعد العالمية للأعمال البترولية والتجارية، والتي تأسست في عام 1997 كواحدة من أكثر الشركات نجاحاً، والتي تختص بتزويد عملائها بحلول مميزة في كافة المجالات المتعلقة بإدارة المواهب والاستشارات، بالإضافة إلى بناء خزينة من المواهب وتوظيف الموارد البشرية. هذا التميز التشغيلي تطور نتيجة لخبرة كبيرة على مدار أعوام سابقة، إضافة إلى تبني أحدث الوسائل التقنية وقواعد البيانات الشاملة للمحترفين في مجالات عملنا، مما يمكننا من تقديم أفضل المرشحين لكل المناصب. كان لنا هذا اللقاء. نعرف السيدة المشاهدين من هي عبير مع حفظ الألقاب بالتأكيد. كيف كانت بدايات حضرتك العلمية والعملية؟ أنا عبير الشريف، زي ما حضرتك قدمتي، مصرية، وده حاجة جميلة جدا وفخورة بيها جدا، ومن مدينة الإسكندرية تحديدا. ابتديت طبعا الحمد لله، كنت طول عمري طموحة، يعني بفكر out of the box. عندي كتير حاجات حابة أحققها وبشكل مختلف عن المعتاد، فدخلت مجالات مختلفة. في سنة 2000 تحديدا أقدر أقول إن أنا ابتديت الكارير الصح اللي أنا استمرت فيه 22 سنة اللي فاتوا، اللي هو في مجال بداية المان باور، اللي هو التوظيف، وبعدين كبرت النتورك بتاعتي، فاستثمرتها، استثمرت النتورك في إن أنا أعمل بزنس لاينز تانية، زي التدريب والكونسلتيشن، الاستشارات، والكمباني ريبريزنتيشن، ان احنا بنمثل بعض الشركات الانترناشنال اللي بتقدم خدمات لقطاع البترول كان تحديدا، وبنمثلها في دولة الامارات، ومن خلالها طبعا بنقدم خدمات متميزه جدا وفيري سبيشاليزد، متخصصه جدا في هذا المجال، ومعظمها بتعتمد على التكنولوجي علشان تعمل طبعا انكريزنج ذا الاوبريشن وكات للكوست. وهو ده الاتجاه السائد من بعد الكورونا. فاحنا كنا الحمد لله من الناس اللي سابقين لده السنين اللي فاتت، الحمد لله من قبل كورونا. من الحاجات اللي احنا متميزين فيها الاي ليرنينج، يعني احنا ابتدينا الاي ليرنينج مثلا من 15 سنه مع شركه انترناشونال كانت هي ليها الاسبقيه في ده. وبعد الكورونا الناس ابتدت تتعرف على الاي ليرنينج او الاونلاين، وهم طبعا حاجتين مختلفتين هنتكلم عليهم بعدين. طيب خلينا نتكلم طبعا يعني بشكل اكبر عن الشركات الثلاثه، دور حضرتك فيهم، التاسيس، البدايات كيف كانت، الصعوبات اللي واجهت حضرتك، وخلينا نقول معاكي تحديات بشكل عشان نكون ادق، التحديات اللي واجهت حضرتك في البدايه، وازاي بتعرفي تعملي بالانس ما بين اداره هؤلاء الثلاث شركات. بدايه هو زي ما قلت لحضرتك، هو احنا يعني ابتدينا بالمان باور، والمان باور اللي هو احنا بنوظف كفاءات مختلفه، كان بدايه من قطاع البترول، وبعد كده امتد لغير قطاعات من حكومات وقطاعات خاصه او شبه حكوميه على المستوى الاقليمي وعلى المستوى العالمي. ده عطانا نتورك كبير جدا، او شبكة اتصالات نقدر نقول كبيرة جدا. والحمد لله، لان احنا كنا متميزين في تقديم الخدمة دي، ده ادى اللي يكون فيه ثقة متبادلة بيننا وبين العملاء بتوعنا، فهم ابتدوا يسألوني بشكل شخصي انه احنا محتاجين في المجال المعين خدمة معينة تقدري تقدميها. ومن هنا جت فكرة ان انا اقدم التدريب، ان انا اقدم الكمباني بريزنتيشن، اروح معارض دولية في العالم كله، وتحديدا في هيوستن في اليو اس اي. بنجيب شركات عندها تكنولوجي زي ما بقول لحضرتك متخصصه جدا في قطاع البترول، وبنقدمها للقطاع هنا، هم بيكونوا محتاجينها، يا خدمه هم فعلا عايزينها واحنا بنجيبها لهم، او خدمه ممكن من خلال تعاملنا احنا بنقدمها لهم، لان هم ممكن يكونوا في حاجه ليها وبيتعرفوا عليها وبعد كده بيستخدموها. ممتاز. فمثلا ده من الحاجات اللي عملناها، او ازاي investing our relationships والnetwork اللي موجود عندنا. طبعا موضوع الديكور ده تحديدا جاء يعني كده بالصدفه البحته، ان احنا كنا
بنوضب مكاتب جديدة، وكان عندنا الكونسبت والديزاين، فطلبوا من بعض الشركات ان هي تنفذهولنا. فللأسف يعني جات لنا أسعار خيالية بالنسبة للبادجت بتاعنا، ومن هنا جات لنا فكرة ان احنا نعمل اكوزيشن لشركة موجودة اوريدي صغيرة، واحنا ننفذ مشروعنا من خلالها ونكبرها. والحمد لله رب العالمين احنا يعني بنقدم ديزاينز مختلفة منها من الشركة جدا يعني حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله يكون بس عجبكم الديكور والديزاين. فبس ده كانت الانطلاقة يعني. عملنا الحمد لله significant project لبيج نيمز. طبعا انا مش واخده تصريح ان انا اتكلم عنهم، بس طبعا اللي هيدخل على الويب سايت بتاعنا او السوشيال ميديا بتاعتنا هيقدر يتعرف عليها. فيعني تقدري تقولي حضرتك قدمنا بصمة مختلفة في مجال الديكور، لانه احنا بنعمله as a passion يعني بحب جدا بشكل مختلف. لانه لو حضرتك بتعرفي الفانج شوي اللي هو علم الطاقة الصيني، احنا شوية واخدين الاتجاه ده، ان احنا بنهتم جدا باختيار المكان والطاقة المكان، وبنعمل ديزاين على اساسه، بحيث انه لو مكتب او مثلا مكان كوميرشال، الناس اللي بتبقى بتشتغل او الناس اللي بتدخله بيكون لوك اند فيل مختلف بالنسبه لهم، احساسهم مختلف في طاقه المكان، بتاثر على حتى وجودهم فيه، على قراراتهم في الشراء في العمل او وات ايفر كان المكان ده ايه. وفي البيت طبعا مكان الراحه، فطبعا بنختار مثلا لاوضه النوم او لاوضه الاكل او للصالون، الاماكن اللي هي الناس بتبقى متواجده فيها بشكل اكتر، بتخليها يعني تحس باكتر راحه، بيبقى فعلا البيت سكن بالنسبه لهم، يحبوا ان هم يقعدوا في البيت، يحبوا ان هم يعملوا يعني، بيبقى مش مجرد بس احنا بنشتغل طول النهار وبنروح البيت خلاص هننام، لا بيبقوا مبسوطين ان هم قاعدين في بيوتهم يعني. لان طاقه المكان في البيت عندهم بتبقى جدا مختلفه. يعني خلينا نفهم من كلام حضرتك ان شركه الديكور اللي حضرتك ماسكاها معتمده، كل تصاميمكم معتمده على علم الطاقه. يعني طبعا هو مني، هو ده الكونسبت الجديد، هو ده الكونسبت الجديد اللي احنا بنحاول نوسعه او نشتغل عليه. وده طبعا بيعتمد على المكان نفسه، يعني مثلا في اماكن بتكون مظلمه جدا ضيقه جدا، فلازم التصميم يحسسك انها اوسع، انها اكبر. ازاي تستخدمي حتى لو المكان صغير كل جزء فيه، يوتيلايز افري سبيس علشان تحققي الهدف من استخدامك ليه يعني. صح، يعني انا اخذت بالي من تفاصيل صغيره كده، حابه حضرتك تفسرها لنا. يعني مثلا الحصان مع المج عليه نفس الحصان، في هناك احجار غريبه، يعني بتدل على ايه؟ يعني ادينا اكزامبل عشان نوضح للناس الرؤيه اكتر. والله هو في علم الطاقه الحصان طبعا يعني بيمثل القوه، الطموح، الجموح، السرعه، القوه. وبعدين برضو يعني ملاحظة ان هو مش بيتجه ناحية الباب، هو بيتجه للداخل مش للخارج. وده طبعا انه القوة دي يعني بتنعكس علينا. وبعدين انا بحب الحصان، لان انا اصلا يعني طبعا كنت بركب حصان ولي علاقة خاصة جدا بالحصان، فهو من الحيوانات المميزة جدا لي. كلمينا عن التيم وورك الخاص بحضرتك بشكل عام، من حيث عددهم. طبعا انا من الناس اللي بتشوف انه البني ادم هو اهم راس مال موجود على وجه الارض. صحيح. لو اتطور بالشكل الصح وتوفرت له البيئه الصح، بيقدر يطلع كل الكنوز اللي جواه. فالحمد لله على قد ما اقدر حاولت للتيم بتاعي، احنا كلنا مغتربين، كلنا مش قاعدين في بلدنا لاسباب مختلفه، مش بالضروره البحث عن رزق يعني، بيكون لاسباب مختلفه يعني يعلمه الله. فطبعا كنت لازم اوفر لهم بيئه صحيه نفسيا اولا، عشان خاطر ما يحسوش بضغط غير الضغط الخارجي عن العمل. صحيح. بعضهم عن اهلهم، مشاكل خاصه او اي حاجه. وكنت بعتمد جدا على كوتش بيجي يعمل بيرسونال كوتشنج او كارير كوتش، لو يعني كان بيبقى ليهم التشويس مين يختار ايه لو عنده مشكله في حياته الشخصيه، انه
محتاج الكوتش فيها اكتر فبيتكلم معاه فيها. وبعد كده بنعمل لهم تيلرينج للتريننج هم محتاجينها كلهم يعني بتبقى زي فاونديشن كل حد محتاجه او بقى حاجات متخصصه جدا عشان خاطر كل حد محتاج يتطور في جزئيه معينه فطبعا احنا بنحاول نطوره في ده. طبعا في ناس appreciating the opportunity بيقدروا من الفرصه دي وبيكونوا بالنسبه لي انا asset لانه في الغرب بيقولوا عليها human capital الكابيتال اللي هو راس المال. فانا من المنطلق ده بتعامل مع التيم بتاعي من اقل حد موجود في المكتب ومفيش اي حد يعني كل حد بيأدي وظيفه معينه فيعني من اقل وظيفه ممكن تكون ان الناس اللي بيساعدونا الاوفيس بويز او الناس اللي بتساعدنا في نظافه المكتب او حاجه لحد طبعا المانجرز الكبار. بحترم غلطات الاخرين عشان يتطوروا بعيده شويه عن الجادجمنتال بدي للتيم بتاعي سبيس دايما بقول لهم انتوا الليميت بتاعكم السماء نروح هناك نوصل للسماء ونشوف ايه اللي بعده ونكبر نكبر كلنا مع بعض. فالحمد لله اقدر اقول لحضرتك عندي كور تيم حصلت اكتر من كرايسيس والحمد لله هم موجودين معايا. وطبعا اكيد في ناس بتتغير لديفرنت ريزن مش حابين يكملوا في البلد او ان هم شايفين نفسهم في مكان تاني فطبعا بتمنى الخير لكل حد يعني. خلينا نتكلم عن البيزنس الخاص بحضرتك اين وجدت مكانك او ما الذي ميز البيزنس الخاص بك بشكل عام عن الاخرين؟ انا طبعا لازم انا مدينه جدا طبعا بالشكر لدوله الامارات الحبيبه اللي انا يعني بعتبر نفسي مش بس مصريه وعربيه اماراتيه هم خالقين بيئه بجد وتعبين جدا عليها الانفراستراكشر اللي هو البنيه التحتيه بتاعه الاعمال ما شاء الله جدا قويه وفعلا بتدي فرصه للناس مش هنقول الموهوبين المتميزين اللي عندهم افكار جديده اللي يقدروا يضيفهم جديد وده بشكل حقيقه انا لمسته وشفته لان انا كمان عضو في غرفه تجاره وصناعه ابو ظبي لسيدات الاعمال ممتاز في دعم في تقدير في احترام وطبعا لما بيلاقوا نموذج عربي وخصوصا انثى يعني انا كان نفسي جدا في نموذج ان انا احتفظ بـ بـ بقوميتي او بانوثتي بحجابي
واقدم نموذج لسيده اعمال عربيه مسلمه ما بتقدمش اي نوع من انواع التنازلات عشان خاطر تنجح. والحمد لله اقدر اقول الحمد لله ان انا حققت ده. طبعا كان في تشالنجز اكيد، كوني ام وزوجه وبدير اعمال، بدير اكتر من شركه، اكتر من بيزنس لاين، في ضغوطات كتير جدا لاني بنام كمان عدد ساعات قليل جدا. انا كنت لسه هقول لحضرتك طيب بتنامي امتى؟ والله الحمد لله يعني هو الواحد يعني بيحاول يحقق الـ 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 الرفاهيه. والرفاهيه لا تعني الفلوس الكتيره، هي بتعني انه الواحد يقدر يقسم وقته في الحاجات المختلفه في اليوم، بين شغله بين التزاماته وواجباته وبين كمان الحاجات اللي بيحبها. فانا عندي كتير حاجات بحبها بحاول اوازن يعني. لو تكلمنا عن رؤيتك المستقبلية خلال 5 سنوات من الآن في البزنس وفي حياتك أنت كأستاذ عبير. والله بالنسبة للبزنس طبعا في متغيرات كتير جدا، مش على المستوى الإقليمي أو في دولة الإمارات، على المستوى العالمي في تحديات كبيرة جدا. لازم نستوعب أنه العالم كله بيتغير، ولازم نستوعب أنه البزنس مش هيكون على نفس الوتيرة ونفس الشكل اللي كان قبل كده. وطبعا انا شايفه انه الرجال وسيدات الاعمال والناس اللي مسؤولين عن الاعمال لازم يكون عندهم المرونه الفلكسبيليتي ان هم يستوعبوا المتغيرات دي ويكونوا مرنين معاها ويتفهموها ويلاقوا حلول جديده. فاحنا مش هنعتمد على انه مثلا عقد او عقدين بيوفر لنا الدخل اللي احنا كنا متعودين عليه، لا ده احنا هنتوسع افقيا وراسيا، ندخل قطاعات مختلفه، ندخل صناعات مختلفه، كمان نروح اماكن مختلفه بدل مثلا ما يكون تركيزنا بس في دوله الامارات. احنا ممكن نعمل توسع اقليمي كمان الدول اللي حوالينا. كمان لازم يبقى لينا ظهور عالمي لو احنا متميزين في شيء معين، وده اللي انا كنت عايزه ااكد عليه، ان احنا مثلا كنا برضو سابقين شويه في فكره الارتفيشال انتليجنس، فاحنا كنا بنقدمه از تريننج كورس، بنفهم الناس ايه هو الارتفيشال انتليجنس، استخداماته ايه، هي الايجنت بتاعته اللي احنا بنستخدمها واحنا مش عارفين، زي مثلا سيري في الموبايل بتاعنا، الانترنت اوف ثينجز، الداتا، البيج داتا، الدرونز، ازاي الحاجات دي كلها هي ارتفيشال انتليجنس بتساعدنا، وازاي بنستخدمها علشان احنا نخلي حياتنا احسن واسهل. يعني حضرتك الاول مثلا انا كنت محضر الماستر بتاعي الاولاني، كنت بروح مكاتب عشان خاطر اجمع ماده علميه عشان اوصل مثلا لتوبيك معين وجمع. انا دلوقتي الماستر الثاني مثلا كنت مجرد ان انا بدخل على جوجل بلاقي مكاتب عالميه مفتوحه قدامي، سورسز عظيمه. فطبعا التكنولوجي وفرت لينا بجد حياه افضل واسهل لو احنا استخدمناها طبعا صح، لانه طبعا يعني كل حاجه بيبقى سلاح ذو حدين، بتستخدم في الخير او في الشر، في الصح او في الغلط. فيعني لو احنا استخدمناها بشكل صح ان شاء الله تكون في مصلحتنا، والعالم كله اللي جاي هيكون معتمد على الذكاء الاصطناعي. صحيح. والناس لازم تفهموا، عشان كده احنا كنا من اوائل الشركات اللي حريصه على ان احنا نحصل على رخصه دوليه من مؤسسه عالميه بتدي شركه للارتفيشال انتليجنس لليفلز مختلفه، تعريفي وهي شهاده الايدل. فالحمد لله احنا مركز مرخص من الايدل انترناشونال، ان احنا ندي الشهاده دي، ندرب وندي الشهاده دي للناس، وانا ده بعتبره اضافه. احنا الحمد لله من الشركات اللي كانت سباقه لتقديم النوع ده من انواع التدريب والمعرفه. كمواطنه داخل دوله الامارات وكسيده اعمال ايضا، رساله شكر لشيوخنا وحكام. اكيد طبعا يعني شيوخ وحكام الامارات عندهم رؤيه يعني افتكر انه معظم دلوقتي حتى دول العالم بتتبناها. ما شاء الله هم محبين لبلدهم جدا، وكمان للمقيمين على بلدهم، وهم يعني مقدرين المجهود اللي بذله الاخر رفعت للدوله الجميله دي. يعني غير الفاسيلتيز اللي بيقدموها، التسهيلات اللي بيقدموها، الدعم اللي بيقدموه، الاحتضان، يعني الاحتضان بحب.
لكل الجنسيات مش بس العربيه وغير العربيه، وده طبعا بدايه من المغفور للشيخ زايد الله يرحمه. وده يعني وقت ما قررت ان انا اسيب مصر واجي، كنت طبعا صغيره اكيد، وكان في اكتر من فرصه جات لي، اكتر من فرصه في دوله اوروبيه ودوله عربيه، وانا كنت من عشاق الشيخ زايد، محبه جدا ليه الله يرحمه. فاول ما جات لي فرصه في دوله الامارات طبعا اخترت ان انا اكون هنا، والحمد لله لقيت البيئه الصالحه انه اكبر بافكاري بطموحاتي، والحمد لله يعني بشكرهم جدا اكيد، ورؤيتهم المميزة اللي بتسهل علينا فعلا حياتنا. انه تقنعي حد برؤية جديدة ده بياخد منك وقت ومجهود، لكن هم نفسهم هم اصحاب رؤية جديدة، وده كان بيعزز جدا الحمد لله يعني البيئة الصالحة يعني للنمو. والله الحمد لله يعني انا في كل مرحله من مراحل حياتي كان عندي مدرسين مؤمنين بيا وبقدراتي ودعموني. انا مش هقول اسماء لان انا هبقى ظلمت اي اسم، او مثلا اسم ما جاش على بالي دلوقتي هكون ظلمته جدا، بس انا الحمد لله مدرسيني طبعا قبل اي حاجه اهلي، والدي والدتي الله يرحم، يعني الله يرحم بابا ويخلي ماما، اخواتي، اصحابي اللي حواليا. بعدين لما بقى عندي اسرتي انا الخاصه بيا، ولادي، فاولادي هم كانوا الدافع المستمر ليا للاستمرار والتفوق والتميز. لانه حتى احيانا اي انسان بيمر بمرحله من الضعف ويعني تاثير العمل او ضغط الحياه او حاجه، فشويه كده بيفيل داون يعني، فبلاقي ولادي اول حد بيعمل لي سبورت، فانا فخوره بيهم جدا، ربنا يخليهم لي يا رب. طيب ننهي لقائنا بنصيحه من حضرتك للسيدات، خاصه المقبلين منهم على حياتهم العمليه. السيدات تقدري تكوني امراه اعمال ناجحه، تقدري تكوني ام ناجحه، تقدري تعملي الحاجه اللي بتحبيها وتكوني ناجحه فيها، مفيش اي حاجه تمنعك عن ده. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا احنا مصانع رجال، الست هي اللي بتحمل الولاد، هي اللي بتربيهم، فهي هي ام القاده، فقائد عظيم عنده ام عظيمه هي اللي وصلته ان هو يكون قائد. فمفيش ابدا حدود لاي ست في العالم قررت انها تكون ناجحه في اي مجال من المجالات، فكل التوفيق والحب، وبس الواحد يحب اللي بيعمله وان شاء الله يقدر يعمل كل حاجه هو بيحبها.